اهلا بيكم في قناتي توتي فودي. النهارده اقدم معاكم اجنحه الفراخ المقرمشه، طريقه بسيطه جدا وسهله وبمكونات من البيت. هنعمل طريقه جميله جدا والنتيجه مضمونه زي اللي بنشتريها من محلات من بره. هقدم معاها بطاطس مقليه ومايونيز اللي متوفر عندك. بتعملي مكونات بتاعتي عباره عن كيلو اجنحه فراخ صغيره في الحجم، ولو كانت كبيره هنقطعها عشان نضمن انها تستوي من جوه. كوبايه دقيق كبيره، معلقتين نشا، معلقه بصل بودر. ولو ما عندكيش بصل بودر مفيش مشكله خالص، هنستعمل نجيب بصلايه نبشرها وناخد الميه بتاعتها نتبل بيها الفراخ. فلفل اسود ومرقه فوريه، عملت معاكم قبل كده المرقه الفوريه والمرقه المكعبات، هسيب لكم الفيديو بتاعهم اللينك في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت للي يحب يراجع الطريقه تاني. ملح وسكر، قرفة وكركم وشطة، والشطة اختياري للي ما بيحبهاش مفيش مشكلة. اول حاجة هنعمل محلول النقع، بيبقى عبارة عن مية وليمون او خل، ملح وسكر. اللي متوفر عندك، عندك ليمون عندك خل، اللي متوفر عندك. هنحط المية ونغطي بيها الفراخ كويس، وبعد كده نعصر ليمونة. المحلول دوت هتقعد فيه الفراخ لمدة ساعة. المحلول دوت بيدي الفراخ ريحة حلوة، بيخليها حلوة وريحة حلوة ما فيهاش دم. هنحط الملح وهنحط السكر، هنقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنسيبهم لمدة ساعة. بعد الساعة هنشطف الفراخ كويس، وبعد كده هنحطها في مصفة تتصفى ونبدأ نجهز في التتبيلة بتاعتها اللي هتقعد فيها. هنا هنخلط كل التوابل مع بعض عشان نقسمها جزء للفراخ وجزء على الدقيق. حطيت الكركم والقرفة والشطة، الفلفل الاسود والمرقة، الملح والسكر، والبصل البودر. لو ما عندكيش بصل بودر قلنا هنحط عصير بصلاية. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، ولو ما عندكيش بصل بودر هتجيبي عصير بصلاية هتضيفيه على الفراخ في الوقت دوت، وبعد كده هتنزلي بنص كمية التوابل عليها وتقلبيها كويس جدا. وهناخد بقية كمية التوابل ديت هنحطها على الدقيق. الفراخ حطينا عليها التوابل، هنقلبها كويس جدا ونسيبها في التلاجة لمدة ساعتين ثلاثة. يعني كل ما بتقعد أطول في التتبيلة كل ما بتديني نتيجة حلوة ومضمونة، فهسيبها ساعتين او ثلاثة براحتك جوة التلاجة. بعد كده هاخد بقية التوابل ديت، هجيب الدقيق احط عليه النشا واضيف عليهم باقي التوابل واقلبها كويس جدا. ديت الخلطة الخارجية او الطبقة الخارجية اللي هنغلف فيها اجنحة الفراخ من بره. هنا خلاص الفراخ قعدت في التتبيلة وقت طويل، هاخدها هغطيها بالدقيق وبعد كده في المية، وبعد كده هرجعها للدقيق تاني. هنعمل غطا خارجي من الدقيق مرتين، دوت هيديكي طبقة سميكة من بره، بس لو انت مش بتحبي طبقة سميكة حطيها في الدقيق مرة واحدة. هنا بستعمل التونج علشان ما نعجنش الدنيا ونبوظها اثناء التصوير، بس انا برتاح يعني شخصيا لما بستعمل ايدي، فهنا عملت بالتونج شوية. لو هستعمل ايدي هحط ايد للدقيق وايد للمية، مش هينفع اخلط بالاتنين علشان ما عجنش ايدي اللي فيها الدقيق ولاقي نفسي بشتغل بعجين والدقيق كله باظ مني. فهنا هطفي الكاميرا، خلص بقية الكمية وبعد كده هرجع اصور معاكم تاني. الكرمشة اللي حاصلة على الجلد بتاع الفراخ من بره هي ديت اللي هتديني الطعم الكريسبي الحلو. اهم خطوة عشان الاقي نتيجة حلوة واحسن من بتاعت برة ان الزيت يكون عالي وعميق. مش لازم احط كمية زيت كبيرة في الغلا دوت، لكن كمية عميقة، يعني ممكن كوباية زيت بدل ما احطها في طاسة تبقى مفرودة واحط 10 قطع في المرة، لا احطها في حلة صغيرة جدا اللي بسلق فيها بالتين تلاتة واحط فيها قطعتين تلاتة فراخ في المرة. لما الفراخ تنزل فيها هتبقى بتعوم في الزيت ومتغطية بالزيت، هتديني النتيجة الحلوة قوي بتاعت المحلات بتاعت برة. فنجاح الوصفة ديت ان الزيت يكون عالي، مش لازم يكون كتير،
حلة صغيرة جدا كوباية زيت صغيرة بس تكون عالية، بدل ما احطها في طاسة كبيرة مفرودة واحط بالعشر قطع مرة واحدة، جنب هيستوي والجنب التاني هيتحرق، لا في حاجة صغيرة احط واخلي الفراخ تبقى الزيت مغطيها من كل النواحي عشان الاقي النتيجة مضمونة. هنا خلاص اتقلت الفراخ زي ما انتم شايفين لونها حلو جدا وكلها لون واحد علشان الزيت مغطيها. هنا بوريكم الفراخ اللي اتغلفت بطبقة دقيق واحدة واللي اتغلفت بطبقتين، اللي بطبقة واحدة متماسكة واللي بطبقتين متماسكة، لكن انتوا ليكم مطلق الحرية بتحبوا الغطا الخارجي كبير ولا صغير، والاتنين متماسكين زي ما انتم شايفين. وصفة النهاردة خلصت، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك، تبعتوا الفيديو لأهلكم وأصحابكم، بحبكم جدا جدا، واشوفكم في فيديو جديد. ربنا معاكم، سلام.